القدرة شعور، القدرة لا تباع ولا تشترى. بالمناسبة برضه أركز عليها الحتة دي، عشان احنا حتة القدرة دي شوية تعبانة، كلنا اتعلمنا نمشي ازاي بشعور القدرة. من أصعب الحركات اللي ممكن يعملها كائن حي المشي على قدمين زي الإنسان، صعبة جدا. البني آدم طوله 160 ل 180 ل 190 سنتي وماشي على مساحتين ما يكملوش 30 سنتي، بتاع حاجة 20 سنتي واقف عليهم وبيتحرك بيهم وبيجري بيهم وبيتنطط بيهم وبيرقص بيهم وما بيقعش معاه حاجة. مهارة عالية جدا. المهارة دي في طفل صغنن خالص اللي هو حضراتكم وانا معاكم، كنا صغننين خالص ويوم ما حبينا كان بالنسبة لنا انجاز. بنبص كده الناس بتمشي على رجلين، انا مش قادر امشي على رجلي، لا انا همشي انا هقدر. دراسة عن قد ايه الاطفال بيحاولوا يمشوا، متوسط الطفل بيحاول يمشي بعد المحاولة 10,000. تفتكروا 500 محاولة ولا 100 محاولة؟ بيحاول متوسط 10,000 مرة. الطفل أول خطوة بيخطيها بتبقى متوسطها المحاولة 10,000، في بيعملها بعد 7,000، في بيعملها بعد 6,000، في بيعملها بعد 11,000، 12,000، بس بيحاول 10,000 مرة. ما جاش عند المرة ال 550 وقال لك إيه؟ كفاية كده؟ قضيت؟ أنا هاخدها حب بعد كده، لان انا مش قادر. لا، احساس بالقدره رهيب، احساس بالقدره رهيب.